لو قلنا لواحد الآن يتعاطى الخمر أو الحشيش أو الهروين أو حتى السجاير، لو قلنا له إن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام حرم هذا الذي تتعاطاه أنت، فهل يستجيب لذلك؟ الناس بتتأذى من التدخين أعظم الإذاء. ليه واقف على كوم زبالة وطلع دخان نتن وانت واقف بتعمل كده وبتطلعه تاني ليه؟ هتموت عشان سيجارة؟ انت بعد ما بتدخن ممكن تقول الحمد لله أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، ممكن كده بعد ما ترميها على الأرض تقول اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. أنا ما واخد الفلوس وداخل على سوبر ماركت أجيب علبة سجاير، داخل أهو أسأل نفسي السجاير والشيشة وكل وسائل التدخين هتحطها في الطيبات ولا هتحطها في الخبائث؟ انتبه أخي. صديق الدخان التدخين فيه تبديل لنعمة الله كفرا وجحودا. ما نقولش بقى ان في حاجات بتؤثر، الجينات الوراثيه والتربيه البيئيه والتربيه الاسريه والاجتماعيه والمجتمع و كل دوت ورب الكعبه يذوب اذا اعتصمت بالله. ارجوك ابوس ايديك ما تدخنش قدامي اطفال. فلما تيجي تبص للسجاير بتغضب ربنا ولا ترضيه؟ دي خبائث ولا طيبات؟ لا دي خبائث خلاص. الله تعالى اراد لك ذلك اراده شرعيه دينيه، امرك بالحلال وامرك بالطيبات ونهاك عن الخبائث. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحذرك من أن تسترسل مع النفس في شهواتها. اللي مش عارف يبطل سجاير يقول أنا بفضل، لا أنا في أي لحظة أنا السجاير دي هتستعبدني في أي لحظة هبطلها. أقول لك ما تعتمدش على نفسك، أنت ضعيف هتبطلها سجارة في سجارة وهتقلل واو لحد ما ترجع تاني تشرب علبتين زي الأول وأكتر كمان. بتبيع جنة عرضها السماوات والأرض علشان سجارة؟ إن هذا المستهزئ الذي نقوله شرب الدخان حرام يقول نعم يا سيدي وبعدين وإيه الدليل؟ الدليل قال الله وقال الرسول كيت وكيت وكيت وكيت. ولع يا ابني. حتى لو كانت مكروهة تفعل شيء يا مسلم ربك حبيبك بيكرهه. لا تسترسل مع النفس الأمارة في حوارات، وإنما اقطع وألزمها بأمر الله. التدخين حرام شرعا ولا يجوز بيعه ولا تداوله. أقوم أقف ومش أشتري السجاير، مش أشتري السجاير. حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.